مساء الخير الأخ لورنس خميسي، مدير جوقة بيات ورئيس الجمعية. الليلة عرض جديد، عرض لم يعرض بعد هنا في قاعة المسرح الأوديتوريوم في معلوت، عرض تحت عنوان سهرية. ممكن تحكي لنا شوي عن العرض؟ أهلا سوير. العرض الليلة ونقلة نوعية للجوقة، اللي بيات زي كل سنة بتجدد، كل سنة بتقدم إشي جديد. العرض الليلة هو عرض غنائي مسرحي، سكتشات للرحابني وديع الصافي ملح بركات، اللي فيه غناء وحركة وحتى فيه مقاطع رقص، وإن شاء الله بينال إعجاب الجمهور. شكرا لك، يعطيك العافية. روح قلطت المسافات والحدود. الفن ما بينطلق من العدم، إنما من جمال الوجود. وبيات بنت الجليل ملكة الأمسيات الفنية خلقت من هالمحل، وخلقت بحياتنا منظومة سحر وجمال. من 2007 يوم ولادة بيات وإحنا في حالة انتظار للأجمل للأعمق، لغناء من القلب ولصور فنية فريدة ومتميزة، حالة حب جديدة لأغاني فيروز ووديع الصافي. بيات سيدة الأداء المتميز، نجمة الأمسيات الفنية، بنت البلد اللي حملت على ظهرها مسؤولية إغداق عالمنا بسحر الفن. بيات سيدة السلام اللي بتحارب كل آفات العنف بنوتات المحبة والسلام، بالحيز الفني اللي بتخلقه كل سنة ومن جديد. عرضنا الليلة رحلة أثيرية حسية عبر لوحات فنية متقعة بالوحي والإبداع، تحليق بسما مليانة ألوان قوس قزح، سفر عبر لحظات مميزة بعالم الرحابني من لوحة فنية لأخرى. عرضنا هو نقلة فنية نوعية بقيادة المايسترو سامر بشارة، عرض سهرية أكثر من 40 فنانة وفنان بيجتمعوا على خشبة المسرح ليقدموا لنا العديد من المشاهد المسرحية، وباقة من أجمل ما قدم الأخوان رحباني والفنان زياد الرحباني، ليتم من خلال هالعرض تكوين سهرية تخليداً لذكرى اللي فارقونا منهم، وتكريم لمتابعين مشوار الفن والموسيقى. نذكر منهم مع حفظ الألقاب السيدة فيروز، الفنان ملحم بركات، الفنان نصري شمس الدين، وغيرهم من كبار الفنانين والفنانات العرب. قمة مخرج العمل الليلة فراس روبي إنه نجح ينسج لوحات فنية خالصة ليتحفنا بما هو الأجمل والأعظم. شكر من القلب لكل مارد وراء هذا العمل، لكل نفحة حب وعطاء كللت مسيرة هذا العرض. شكر من الصميم لسيدة المواقف المشرفة بيات، لكل فرد صغير كبير منكم، لكل فرد صغير وكبير منكم، جمهورنا الحبيب اللي بواكب دايما عمل بيات مع حفظ الألقاب والأسماء. قبل ما نبدأ بدي أطلب منكم الالتزام بوضع الكمامات، وبدي أطلب طلب كثير مهم لهذا لاستمرار العمل الليلي، هو إنه تحطوا التلفونات على مسافة ساعة. كل عشت احكي عن اوصافه دوت بلا من يوم قلبي شاف.
انا بريد وكلهم اهلا قالوا ايه ما دام الخبريه مظبوطه وجديه لا تخاف رح من روح لعنده ومنشف لك وندي روحوا الله معكم لكن انا خايف في واحد بالحي بيضل بلا واي وقلت اللي على الضلي هيدا وجه ناشف يا خوفي ليكون من وراي لافف يا حرام هيدا دكنجي دكنجي ما بيعرف وعمره بيخوف يا أهل الحارة تحت وأهل بحلا ست الحارة تفضلي يا حلا الهون هوني منيح وإن شاء الله بعتوا القصب بدنا نبيعوا إن شاء الله إن شاء الله سعيد يا جماعة ضلت نجمة أهلا نجمة ما حدا مكيف ونزهزه إلا نجمة سهرية ومش عم بتغنوا دقل يا مل من جيرك خلي السهيرة يشيل ليش ما جيتينا يا بنت شيخ الكار جيت أسأل وحن رجالي
ما يمكن قوله موجود بقلب كل واحد فيكم، بس بدي اطلب منكم توقفوا لو سمحت. انا طلبت بحب ادعي قائد المايسترو سامر بشارة. تعريف على السريع على أبطال هذه الأمسية الحلوة، العازفين طبعا على الكيبورد ريمون ضاو، نائب ميلاد خور.